أي بمعنى ليس هناك أحد يستحق العبادة مع الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يستحق أحد من المخلوقات أو من المحدثات أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. أما الإنسان فما خلقه الله إلا ليكون عبدا، ولا يمكن أن يكون إلها، ولذلك ربي يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلاص قسمت المسألة. والعبادة هي اسم جامع، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه ربنا ويرضى. عندكم تحرشكم العبادة هي الصلاة، أو العبادة هي الزكاة، أو العبادة هي الصيام، أو العبادة هي الحج، ذلك أركان بني الإسلام على خمس، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أي بمعنى حتى إذا قلنا عبادة لابد أن نرفع من قدرها ومن قيمتها. فالصلاة حينما نقول عبادة هي أجل العبادات وأسمى العبادات وأرفع وأصمق العبادة، لأنها تقربك من الله سبحانه وتعالى، وهي دعاء، وهي واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لا في الاستعانة على أمورك الدنيوية ولا في استجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ولا ننسى بأن الإنسان حينما يكون في صلاته فإنه يناجي الله. إن أحدكم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، فإنه يرى. هذه العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. لا يستحق أحد أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط هذا؟ أي الطريق الذي حدده ربنا للبشرية. لأن العبادة قلنا هناك عبادتين، إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لإبليس، أنت تختار بإرادتك وقدرتك وحريتك. لأن العبادة التي نعبد ربنا بها والله ليست عبادة بالاضطرار، وإنما هي عبادة بالاختيار. ما كاين حتى واحد يعبد ربه بزز منه أبدا. أنت أعطاك الله الحرية، لماذا؟ إن عبدته حق العبادة فهنيئا لك، ولكن إن لم تعبده فسيسألك. ولذلك فالعبد لا يسأل، العبد أصلا لا يسأل. ولذلك أعطاك الله العقل وأعطاك القدرة وأعطاك الإرادة للفعل وأعطاك الحرية، فأنت تتحمل كامل المسؤولية. إذا قال اهدنا، نحن نطلب من الله أن يهدينا إلى الطريق المستقيم. وأي طريقنا؟ هو طريق الإسلام. والإسلام هل هو خاص بأتباع محمد؟ أبدا. الإسلام منذ أن خلق ربي سبحانه وتعالى الكون وبعث الأنبياء كلهم بعثهم بالإسلام. ولذلك فالإسلام هو الدين الواحد الذي يجمع جميع البشرية وجمع كل الأنبياء على ملة واحدة وهي ملة الإسلام. فآدم جاء بالإسلام، وشيت وإدريس جاءوا بالإسلام، ونوح جاء بالإسلام، يعقوب الذي نقول هو أبو اليهود وبنو إسرائيل ينتسبون جاء بالإسلام. يعقوب ماذا قال لبنيه؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. الله يبين بأن الدين عنده واحد، ليس هناك أديان، ليس هناك أديان. ما يذهب إليه البعض تجاوزا مقارنة الأديان، تلاقح الأديان، لو قلنا تلاقح الشرائع ممكن أن تكون مقبولة، أما الدين ربنا يحسب ويقول الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله واحد يا أحبابنا، ليس هناك أديان. إن الدين عند الله كما قال تعالى في سورة آل عمران، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وكذلك قال في سورة البقرة، إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى طريق مستقيم. هذا الطريق ما هو؟ هو دين الحق الذي مختلف بين الأنبياء، ليس الدين الشرائع، لأن ربي قال ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما الدين فهو واحد عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم وكانوا على الهدى؟ من هم؟ الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين. لذلك نحن في دعائنا ماذا نقول؟ اللهم اجعلنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى مع من؟ مع حبيبنا محمد. واجعلنا في الجنة مع من؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم بأعظم نعمة، وهي نعمة الهداية، نعمة الاستقامة، نعمة الاتباع. ولذلك ليس هناك شيء يجعلك تسعد بطاعة الله مثل أن تعبد ربك سبحانه وتعالى. أما إذا عبدت غيره فإنك من الأشقياء. والله لما أنزل آدم والله ما تركه بدون توجيه وبدون هداية وبدون إرشاد، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن عدم الشقاء بطاعة الله، السعادة بطاعة الله. إذا لم تتعبق وتطاولت وتجرأت على الله كنت من الأشقياء، لا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري، عن الاستقامة، عن طاعة الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا شديدة أبيحة خطيرة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. والعمى هنا ليس فقط عمى البصر بل عمى البصيرة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنعمت عليهم ثم قال غير المغضوب عليهم. من هم هؤلاء المغضوب عليهم؟ هم كل من أعطاه وآتاه الله سبحانه وتعالى علما لكنه ما عمل بهذا العلم، ما عمل بهذا العلم، عرف الحق فما تبعه، كان من العلماء. مثل من؟ مثل اليهود. اليهود من علماء. تدرون بأن اليهود والله لا يعرفون كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكروا أن سعد أسعد تبع هذا الملك اليمني لما أراد أن يدمر المدينة، من الذي وقف في طريقه وقال له لا تفعل، إياك أن تدمرها. لماذا؟ قالوا له إنها مهجر نبي، سيهاجر نبي إليها. ثم لما جاء إلى مكة طمعا فيما فيها من كنوز وأراد أن يحارب أهلها ويدمر الكعبة ليأخذ تلك الغزلان من الذهب لمؤامرة تآمر عليه فيها من يكره اليمنيين ويكره القرشيين. فقالوا له اليهود إياك أن تفعل، هذا بيت الله الحرام. فقال لهم ما أفعل؟ قالوا له عظمه. كيف أعظمه؟ قالوا له طف به. قال لما لا تطوفون أنتم؟ قالوا له كنا نطوف به لولا أن قومه وضعوا حوله عصمًا، ونحن لا نعبد ربنا في مكان فيه عصمًا. فأمروه أن يكسوا الكعبة، فكان أول من كسى الكعبة. وربنا ماذا قال عنهم؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هؤلاء اليهود. قال نطلب في دعائنا في هذه السورة التي نقرأها 17 مرة غير المغضوب عليهم من هؤلاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصفه بوصف قبيح جدا، أنا لا أحب أن أتناولك، ربنا لم يتناول. مثل الذين حملوا التوراة أي عندهم علم ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فكل واحد منا يعرف الحق ويجانبه والعياذ بالله يسقط في غضب الله. ثم قال ولا الضالين، أي الذين يحدثون في هذه العبادة التي نتقرب بها إلى الله زيادة أو نقصان زعما منهم بأنها تقربهم إلى الله مثلما فعل النصارى، أي عبدوا ربهم بضلالة. ما هي هذه الضلالة؟ أحدثوا في دين الله ما ليس منه. ولذلك كان بعض الرهبان يتقربون إلى الله بماذا؟ بعدم النظافة.
ويتقربون إلى الله بعدم الزواج، وهي مخالفة لماذا؟ مخالفة لماذا؟ عدم الزواج وعدم النظافة هي مخالفة للفطرة، ارضى عليك، هي مخالفة للفطرة. والنظافة والإيمان والاستقامة والبناء السعادي والتعايش والتساكن والتسامح، ربي راه خلقهم فينا، مخلوقين فينا ضمن الفطرة، الزواج ضمن الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن لكنهم انحرفوا، انحرفوا لما قرروا ألا يتزوجوا، لما قرروا أن يغالوا في عبادتهم ظنا منهم بأنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال ولا الضالين ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، هل رعوها؟ فما رعوا حق رعايتها. هذه هي سورة الفاتحة، فنكون بذلك قد أتممنا والحمد لله شرحها، وقد استغرقت منا تقريبا 6 حصص أي حلقات. وعندنا سؤال من أخينا في نفس السياق، ما زال بعض الوقت إن شاء الله، يقول رجاء الشيخ الفاضل هل لسورة الفاتحة سبب نزول؟ بمعنى سبب نزول كبقية بعض الصور، جزاك الله خير. سورة الفاتحة هي تسمى بماذا؟ القرآن العظيم، 7 المثاني، أم الكتاب، أم القرآن، إلى غير ذلك. ذكر لنا الإمام علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، قالها لمن؟ قالها لورقة بن نوفل، قال له حينما أكون في خلوة، أي بمعنى مختلف في خلاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى بعيد عن الناس لوحده مع ربه، قال أسمع منادي يناديني، فحينما ألتفت لا أجد أحد أهرب، كالهرب أخاف. فقال له ورقة بن نوفل إذا سمعت النداء مرة أخرى فاثبت، اثبت. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في خلوة فسمع نداء أي اسمه، يا محمد يا محمد، فثبت. فقال له لبيك، أي رسول الله قال لبيك، فقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى قوله مالك يوم الدين. فلما قرأ وقال هذا الكلام لورقة بن نوفل، قال له ورقة بن نوفل، وكان ورقة بن نوفل هذا من أهل الكتاب، له علم بإنجيل بالأناجيل، وهو الذي ذهبت به أمنا خديجة إليه لما نزل عليه سورة اقرأ، وجاء يقول زملوني زملوني دثروني، وخاف، فقالت له والله لم يخزيك الله يا ابن العم، إنك تقري الضيف وتصدق القول وتعين على النوائب. فذهبت به إلى ورقة بن نوفل فحكى له، ورقة بن نوفل ماذا قال له؟ أبشر أبشر والذي نفسي بيده، لإنك الذي بشر به ابن مريم، أنت هو الذي بشر به ابن مريم، وإني أشهد أنك نبي مرسل، أنك نبي مرسل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة والذي نفسي بيده، ما نزلت أي سورة الفاتحة، ما نزل مثلها، ما نزلت مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان، ما نزلت شي سورة بحالها، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا حتى في الفرقان أي القرآن. وإنها 7 من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته، القرآن العظيم الذي أعطيته. يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال كان جالسا مع جبريل يتحدثان، النبي مع جبريل، فإذا بجبريل يرفع رأسه إلى السماء بعدما سمع شيئا ما كأنها باب فتح، فقال جبريل هذه باب فتحت في السماء ولم تفتح قط من قبل،
فنزل بها ملك. يقول رسول الله: فتصاغر جبريل وتضاعف. تواضع وتصاغر جبريل. فجاء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، أرسلني ربك إليك، أرسلني ربك إليك، أخيرك بين أن تكون ملكا، أن تكون ملكا نبيا، أو عبدا رسولا، بين أن تكون ملكا نبيا كداود عليه السلام وكسليمان، أم عبدا رسولا. فالتفت النبي إلى جبريل، استدار إلى جبريل يشوف فيه، فقال له جبريل: تواضع لربك يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للملك: بل عبدا رسولا. فقال له الملك: أبشر بنورين أوتيتهما. جوج نور أعطاك ربي، سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، وخاتمة البقرة. لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ولذلك يا أحبابي، ما تنساوش أنكم تختمون ليلكم وعند النوم أن تقرأ أيضا خاتمة سورة البقرة وآية الكرسي. هذا الملك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخاتمة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ثم انصرف هذا الملك، بقى ما عرفناش كنا. ولذلك يقولون هذه سبب نزول سورة الفاتحة. وما ذكره علي بن أبي طالب هو عمدة العدالة. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: من هذا يا جبريل؟ فقال: هذا ملك لم ينزل إلى الأرض منذ أن خلق، وظننت أنه نزل بقيام الساعة، ظننت أنه نزل بقيام الساعة. فقال له: ما بالك يا جبريل، لما نزل تصاغرت وتواضعت. فقال له: يا محمد، هذا صاحب النفخ في الصور. شكون هو؟ إسرافيل. لأن يا أحبابنا، هناك أربع ملائكة هم من أكابر الملائكة عند الله، أسياد الملائكة. أما الملائكة عددها لا تعد ولا تحصى. يقول رسول الله: حطت السماء وحق لها أن تحط. ما من موضع شبريل إلا وفيه ملك قائم وملك ساجد. ولكن أشرف الملائكة، أعظم الملائكة، هم هؤلاء الأربعة: جبريل عليه السلام، وإسرافيل صاحب النفخ، وميكائيل. ميكائيل مهمة ما هي؟ الأمطار. ولذلك عرفوا يا أحبابنا أن الأمطار التي أمر ربنا بنزولها هي الأمطار التي تنزل في الكون. المقدار اللي غينزل في المغرب هو اللي غينزل، ولكن إلا بربي من نزلش ذاك المقدار بسبب المعاصي ديالنا وبالذنوب ديالنا، ونسأل الله أن نعود إلى الله، ونسأل الله أن يرحمنا. يا ربي ارحمنا بالغيث يا ذا الجلال والإكرام، ارحم هذا البلد بالغيث يا رب. فإن ربي سبحانه قال: يصرف عن من يشاء. إلى غير مطلق واحد 20 غالون ديال الماء إلى عصيتي الله سبحانه وتعالى، ربما يخليك غير غالون واحد، قد يكفيك ولا ما يكفيك. فميكائيل مكلف بهذه الرحمة، رحمة نزول الأمطار. ثم هناك ملك آخر وهو ملك الموت، ما ذكر ربنا اسمه، القرآن أمامنا وحتى النبي ما ذكر اسمه. ما يجي واحد يخرب علينا ويقول لك الاسم ديالو كذا والاسم ديالو كذا وكذا، داك اللي حتى الاسماء ديال الجيل كامل عرفوهم، هاش مهاروش هم خزانوش. لا، ما وجدناه في القرآن نثبته، ما لم نجده لا نثبته، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نقر به، ما لم يقله الحبيب نتوقف عنه فقط. ولذلك هؤلاء الأربعة هم من أعظم الملائكة. فقال له النبي: ما بالك يا جبريل،
لما رأيته تواضعت وتسعرت. فقال له هذا إسرافيل صاحب النفخ: ما ظننت يا محمد نازل إلا لقيام ساعة، خاف جبريل. لذلك رسول الله كان يقول: مالي والنعيم، مالي وهذه النعم، وصاحب الصور قد التقم قرنه، هزتك القرن غينفخ فيه، وحنى جبهته وينتظر الإذن له. إذن من ممن؟ من الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعدت أنا والساعة هكذا، بنزول هذا الملك على رسول الله الذي خيره بين ماذا؟ بين الملك والنبوة، وبين العبودية والتواضع لله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول لأحبابي: هذا الذي ترجح عندي كسبب من أسباب نزول سورة الفاتحة. وفي حصتنا القادمة سندخل إلى مستهل وفاتحة سورة البقرة، وإلى ذلك الحين أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. يا رب ارحمنا فوق هذه الأرض، وارحمنا تحت هذه الأرض، وارحمنا يا رب يوم العرض عليك. اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، واحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، واحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، واحيي بلدك الميت. يا رب سقي رحمة لا سقي عذاب. يا رب نتوسل إليك بكل طفل رافع، وبكل شيخ رافع، وكل البهائم الرتع، أن ترحمنا في هذا البلد. يا رب ارحم المغرب، يا رب ارحم المغرب، يا رب اسقنا الغيث غيثا نافعا غير ضار. هذا لا يعجزك، وأنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.